بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير. يسعدني أن أكون في هذا المؤتمر المهم. في البداية أرحب بكم وأوجه خالص التحية والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد وصاحب السمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء. في الحقيقة أنا في الإمارات لا أشعر بأي نوع من الغربة أو الاغتراب، أشعر كما لو كنت في بيتي الثاني. كل المشاعر الطيبة الموروثة عند جيلنا عن الإمارات العربية المتحدة، تلك البلد التي تحب مصر ومصر تحبها. فالإمارات في قلب ووجدان الشعب المصري، والإمارات وحكومتها ودولتها في قلب عقل القيادة السياسية الوطنية المصرية. في الحقيقة جامعة القاهرة منذ أغسطس 2017 وهي تسعى إلى أن تتحول إلى جامعة من جامعات الجيل الثالث، جامعة تربط التعليم والبحث العلمي بالفائدة العائدة على المجتمع وعلى الدولة وعلى المنطقة والعالم. فالعلم النافع ليس هو العلم الذي في الكتب ولا في الأدراج، ولكن العلم النافع هو الذي ينفع الناس في حياتهم ويجعلهم يعيشون بشكل أفضل. ونحن نعيش في هذا العصر، عصر الثورة الصناعية الرابعة. وجدنا على عاتقنا في جامعة القاهرة أن نعيد تأهيل أنفسنا وأن نعيد تدشين جامعتنا من جديد لكي تواكب العصر ولكي تنفتح على العالم وعلى كل مجالاته. جئنا لنفتح الأبواب وجئنا لنفتح العقول. في الحقيقة ونحن نعيش في هذا العصر لابد أن نفكر في إطار هموم أمتنا، وفي قلب هذه الهموم الوحدة الاقتصادية العربية. أشكال الوحدة وأشكال الدولة وأشكال الأمة والإمبراطوريات تغيرت عبر التاريخ. لم يعد الآن ممكناً أن نستعيد لحظة في الماضي، فقد أصبحت فكرة الخلافة خارج التاريخ وفكرة الإمبراطورية أيضاً. لكن البشرية ترتقي والإنسان يتطور، ونحن الآن نعيش في عصر الدولة الوطنية، وربما تأخذ الوحدة أشكالاً جديدة ومتجددة. ربما أسأل نفسي سؤال: لماذا فشلت كل أشكال الوحدة العربية حتى الآن؟ ربما تكون الإجابة هي أننا نسعى للوحدة في أنماطها وأشكالها القديمة التي تجاوزها التاريخ. إذن لابد أن نبحث عن نمط جديد وعن شكل آخر يتواكب مع روح العصر. في العصر الحديث كل الكلام عن الوحدة العربية هو كلام ود ومحبة وتقدير متبادل، لكنه لم يتحول يوما ما إلى استراتيجية محددة المعالي. اليوم ونحن نتحدث عن استراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، ربما يشاء القدر أن يفتح لنا فرصة جديدة لكي نتوحد وفق آليات العصر، لا من أجل شعارات قديمة، ولكن من أجل أن يتحول الاقتصاد العربي إلى واحد من أكبر الاقتصاديات في العالم، خاصة أنه من حيث البنية والموارد يملك الكثير والكثير. فاليوم أحلم بأن تتطور هذه الاستراتيجية وتأخذ مجراها لكي تقدم شكلاً جديداً من أشكال الوحدة الاقتصادية العربية. بحكم قراءتي للتاريخ أرى أننا لو استطعنا أن نوجد آليات مشتركة واحدة في الاقتصاد العربي، ربما هذا سيصنع لنا أشكال أخرى من الوحدة في الجوانب الاجتماعية والسياسية والتعليمية والثقافية وفي غيرها من الأمور. فالاقتصاد هو محرك التاريخ، لا يجب أن نكابر في هذا. أوروبا عندما خرجت من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة كان السبق للاقتصاد. الرأسمالية نشأت أولاً، فنشأت معها الليبرالية، فنشأ العالم الغربي القوي الذي يعيش الآن بكل قوة. أيضاً هذه الرأسمالية التي صنعت الليبرالية وصنعت العالم الغربي بمميزاتها كان أيضاً لها مساوئ وعيوب. مساوئ وعيوب الرأسمالية
طرحت نقيضها، وكان الرد على مساوئ الرأسمالية في هذا الجانب هو الاشتراكية والشيوعية. وعندما نشأت الاشتراكية والشيوعية نشأت الكتلة الشرقية بكل قوتها كأحد قطبين في العصر الحديث. إذن فالاقتصاد يحرك التاريخ ويشكل العالم ويحدد البنى الثقافية والذهنية والعلمية والفكرية، وفي كثير من الأحيان البنى الدينية أيضا. من يصنع التاريخ؟ الدين أم الفكر أم الاقتصاد أم ماذا؟ في الحقيقة في بعض الأوقات يكون هو الاقتصاد، وفي أحيان أخرى يكون هو الدين، وفي أحيان ثالثة يكون هو الفكر الفلسفي الذي يقدمه المصلحون. يجب أن نقتنص اليوم هذه الفرصة، فرصة وضع استراتيجية عربية للتحول للاقتصاد الرقمي. هذه الاستراتيجية التي تتجاوب مع عصر اختراق التكنولوجيا المتقدمة لكافة المجالات والقطاعات. احنا الآن في عصر الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الرقمية وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد وإلى غيرها من الأشكال الرقمية المختلفة. إذن التكنولوجيا الرقمية هي لغة العصر، ولذلك جامعة القاهرة جددت من نفسها في ظرف 15 شهر لكي تواكب العصر. نحن الآن ننشئ الجامعة الدولية، الجامعة الدولية التي تعتمد على الدرجات العلمية المزدوجة مع كبريات الجامعات العالمية لكي تقدم بعد ذلك المواطن الرقمي. لأن احنا مهما نعمل استراتيجيات ومهما هنعمل اقتصاديات، لو ما عندناش الثقافة الرقمية والمواطن الرقمي الذي يستطيع أن يقود هذه التحولات مش هننجح. فالكمبيوتر أو البرامج المشترى من الخارج وحدها لا تكفي، ولكن لابد من الموارد البشرية. ولذلك احنا قررنا من أسبوعين ان احنا ننشئ أول برنامج في كلية الحاسبات للذكاء أو البكالوريوس للذكاء الاصطناعي. وأيضا في بخط موازي لهذا، ده مرتبط بتغيير البنى الذهنية، يعني دي مسألة مهمة جدا. احنا عندنا دلوقتي هيبقى عندنا مقررين، مقرر التفكير النقدي ومقرر ريادة الأعمال. احنا في جامعة القاهرة الآن بنتحول إلى أن نكون جامعة رقمية، لأن الطالب اللي هو ما مش بيوجد هذه الثقافة، أنت إزاي هتخرجه عشان يقدر يدخل في عصر الثورة التكنولوجية الرابعة؟ في الحقيقة عايز أكد هنا على نقطة ربما تبدو لغتي عند البعض غريبة لأنني لست اقتصاديا، ولكن أنظر إلى الإصلاح ككتلة كبيرة حيث لابد من تضافر. إحنا بنتكلم عن إصلاح الخطاب الديني، وبنتكلم عن التحول الاقتصادي الرقمي، وبنتكلم عن وحدة عسكرية عربية أو شيء. أنا بقول إن كل جبهات الإصلاح مرتبطة ببعضها البعض. إحنا مش هنقدر نصنع اقتصاد رقمي بدون تفكير ديني جديد. الذي ساهم في نجاح الرأسمالية في العالم الغربي هي الأخلاق البروتستانتية، عندما جاء مارتن لوثر بقيم مختلفة عن الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى، استطاع أن يقدم نوع من القيم يتلائم مع الرأسمالية الصاعدة. فهل نحن سنستطيع أن نتحول الاقتصاد الرقمي بدون أن يكون لدينا فكر ديني جديد قائم على فتح الأبواب والعقول والقلوب؟ هل نستطيع الدخول إلى عصر جديد في الاقتصاد دون أن ندخل إلى عصر جديد في الدين قائم على العقلانية النقدية وعلى التسامح وعلى الانفتاح؟ في الحقيقة هذه الاستراتيجية بالغة الأهمية بدأت بسؤال، وأنا بسعيد جدا لما أي بحث أو موضوع بيبدأ بسؤال، بيبدأ بإشكال. لكن كان السؤال لماذا نحتاج الاقتصاد الرقمي كحافز للنمو؟ الإجابة معروفة عند الجميع ومش هكررها، واتقالت الصبح واتقالت في الاستراتيجية. لكن في سؤال تاني لازم نسأله لأنفسنا، لماذا نحتاج الاقتصاد الرقمي كحافز للوحدة السياسية؟ كحافز للوحدة السياسية، وأنا هنا لا أتحدث عن الوحدة السياسية من قبيل أشكال الوحدة الموجودة في العصور الوسطى، ولكن أتحدث عن الأشكال الجديدة، الأشكال الجديدة التي طرحها العصر الحديث. يعني إحنا مش محتاجين خليفة يحكم كل الناس، لا، إحنا في عصر الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة. فهل هناك أشكال من الوحدة السياسية يمكن أن تلجأ إليها الدول العربية لكي تصل
إلى المرحلة التي يمكن أن نتحدث فيها عن العرب كوحدة واحدة أمام كل التكتلات الدولية. في الحقيقة مش هنقدر نعمل كل ده إلا بالتعليم. التعليم لابد من إصلاح التعليم في معظم الدول العربية، لأن التعليم هو اللي هيخرج الكوادر، وهو اللي هيخرج المواطن الرقمي، وهو اللي هينشر الثقافة الرقمية. ولذلك أحد الأمور المهمة جدا في هذه الاستراتيجية هو حديث الاستراتيجية عن المعيار القطاعي، ومن هذه المعايير القطاعية الصحة وأيضا التعليم. فإحنا لازم نفكر كويس جدا في التعليم، عشان بدون التعليم إحنا مش هنقدر نعمل أي نوع من أنواع الاقتصاديات المتقدمة. أيضا لابد أن نبدأ في إنهاء البرامج التقليدية الدراسية اللي بتخرج الوظائف التقليدية. نحن الآن أمام وظائف المستقبل، الفيوتشر جوبز، الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيج داتا وغيرها. فهل أنظمة التعليم في الدول العربية مؤهلة لتخريج خريجين مؤهلين لهذه الوظائف، وظائف المستقبل؟ ما أنت إزاي تصنع اقتصاد رقمي؟ لازم يكون عندك الكوادر المؤهلة لهذا. فإحنا لابد أن احنا نصارع في مجال التعليم مصارعة كبيرة جدا من أجل أن نواكب هذا التحول الكبير. في الحقيقة أنا اطلعت على ملخص تنفيذ الاستراتيجية ووجدته متميز جدا، لأنه ركز على 5 جوانب بالغة الأهمية. الجانب الأول، لماذا نحتاج الاقتصاد الرقمي كحافز للنمو؟ الجانب الثاني، الرؤية وإطار العمل. الجانب الثالث، المدخلات الاستراتيجية ومنها المعايير القطاعية، وأيضا معايير اختيار الدول النموذجية والمعيار المرجعي الدولي. وأيضا من الأشياء المهمة جدا تحليل وتجميع الموقف الحالي للدول العربية. ثم الجانب الرابع المتعلق بتصميم الاستراتيجية، وأنا عايز أحيي الفريق البحث عليها. ثم الأثر الاقتصادي والاجتماعي الاستراتيجية الرقمية المقترحة. هذه الاستراتيجية بالغة الأهمية والمتعمقة والمتخصصة والتي تضعنا على الطريق الصحيح، لابد أن أحيي في هذا المجلس فريق العمل الذي قام على كتابة وإعداد هذه الاستراتيجية، فريق جامعة القاهرة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات المالية والاقتصادية. وكما أحيي الشركة التي تعاونت معنا، شركة أفيزو وممثلها دكتور هشام بنانة، على هذا العمل الممتاز. وطبعا لابد أن نشكر في المقام الأول السيد الدكتور علي الخوري المنسق ودينمو هذا المؤتمر، والذي استطاع أن ينقل هذه الاستراتيجية من الأدراج ومن الأفكار على الترابيزات إلى هذا المؤتمر من أجل مراجعة الاستراتيجية ووضعها في طريق الصحيح للتنفيذ. والشكر طبعا لابد أن يتوجه إلى الأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دكتور محمد الربيع، السفير محمد الربيع، على جهده. في الحقيقة أنا كنت سعيد جدا لما التقيته في شهر 9 اللي فات عشان نوقع معاه الاتفاقية من أجل عمل هذه الاستراتيجية بالغة الأهمية. والشكر موصول لمعالي أمين جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيد. في الحقيقة أنا أشعر بسعادة بالغة أن أكون معكم في هذا المؤتمر وهذا الفكر الجديد، خاصة أن دولة الإمارات الآن أصبحت رائدة في مجال التحول الرقمي في الشرق الأوسط والتحول إلى الحكومة الذكية. نحن الآن أمام واقع يتغير، والإمارات أصبح لها سبق كبير في هذا الإطار. والإمارات كما تتعلم من مصر، فإن مصر أيضا تتعلم من الإمارات. هكذا إن شاء الله في سنته في الكون أن يعتمد بعضنا على بعضنا البعض. خالص الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.